السلام عليكم، ممكن تعرفني عليك؟ تعرف بسيط؟ نور الدين خروب، فنان تشكيلي من الأقاليم الجنوبية، خريج المدرسة العليا للفنون التشكيلية بالدار البيضاء، بروموسيون 1994. كيفاش شغبتك الريشة في الطفولة نتاعك؟ والحقيقة البداية منذ الطفولة كانت عبارة عن إرهاصات عفوية تلقائية، ما فاتئة تجد صداها في المجلة الحائطية المدرسة، ولكن البداية ديال الاحترافية في المدرسة الفنون الجميلة في الدار البيضاء. ما هي أول لوحة رسمت وكيف كان انطباع أقاربك عنها؟ أول لوحة ما زلت أتذكرها كانت عبارة عن رسم بالطبشور على الحائط. الساعة كنت الشغب ديال الطفولة، وكان ميل لي كتير كبير للرسم بأي حاجة لقيتها، وكان أول مزهرية خدمتها بالطبشور والفحم، وهذه كانت عبارة عن لوحة جميلة، والإخوان والأصدقاء تينعتوني ديك الساعة بالفنان، وكانت واحد الزهو، واحد الفرحة، واحد كانت هذيك هي الانطلاقة ديالي في الميدان الفني. بعض مواضيع أعمالك الفنية عن المسار والحركة التشكيلية في الجنوب. المسار الفني الحقيقة نقول لك البداية ديالو كانت الانطلاقة الحقيقية ديالو في 1990، حين دخلت المدرسة الفنون الجميلة تلاقيت مع أساتذة مقتدرين، أساتذة محترفين، سقلنا الموهبة ديالنا معهم. ولازلت أتذكر أنا كنت من بين المتتبعين لهم، كنت نتفرج فيهم في التلفاز، توليت نعرض معهم، هذا شرف لنا بكل صراحة. هذه هي الانطلاقة ديالي الحقيقية ديال الفن التشكيلي مع الفن. حكيتي لنا مرار تجربة الرسم في المدرسة تحت إيقاع سيمفونية، ممكن تقول لنا شي لوحة كملتيها ما باغيش تبيعها؟ دي كاين واحد العمل فني ديال مرأة أمازيغية، بكل صراحة أول عمل ديالي خدمته بالبانتور ديال الزيت، صبغة زيتية، وجاوني ناس سمك باش يشروها، ولكن تنشوف أنا ديما البداية، وهي اللي تتبقى مرافقاني باش تنشوف التطورات ديالي، وما بغيت بخواتهم اللي عطاو العمل الفني تيبقى لي قيمة رمزية في حد ذاتها، قيمة فنية كبيرة. معرض عرضت فيه وتريد العودة إليه؟ هذه اول معرض، خصوصا معرض ديال المانيا في لوبيرا هاوس، كان كل عام تيديروا واحد الفنان تشكيلي من انحاء العالم، وطاحت لي فرصه للمشاركه كاول مغربي عربي افريقي في 2005، وهذا كان لي شرف بكل صراحه، امتلت فيه المدينه ديال بوجدور بالخصوص، وكذلك المغرب كاول عربي افريقي، هذا تشريف لنا وتشريف لجميع المغاربه الفنانين التشكيليين. تخليدا لبصماتك وذاتك الإبداعية في الساحة العالمية، شنو المعرض اللي مازال ما عرضتي فيه؟ وحقيقة هذه تنخليوها ديال المفاجأة، أي معرض لابد من الإنسان تيتمنى يعرض الخارج الوطن ديالو، ولكن في البداية تتكون الانطلاقة بعدا في الوطن ديالي، يتعرفوا عليا الناس، وعندك سهل الأعمال الحمد لله كسفيرة عندي في ألمانيا، فرنسا، بلجيكا، أمريكا، هذا افتخار لي كعمل كسفير لهذا الفنان التشكيلي المغربي. الأب الروحي؟ بالروحي الصراحة بكل صراحة كاين عدة هذوك، ولكن هناك أستاذ وهو الغطاس، الأستاذ الغطاس الله يذكره بخير، هو كان لنا بمثابة أب روحي لنا، خصوصا التلاميذ ديال الفنون الجميلة في عدة مواقف، والآن بفضل الله سبحانه وتعالى والمجهودات ديالنا حنا فرضنا المسار ديالنا في الساحة الوطنية، ولما لا الساحة الدولية.
الحياه باصباغ الوجود، الصداقه. الصداقه لون ابيض. الام؟ الام لون ازرق. الاب؟ الام لون اخضر. السعاده؟ السعاده لون بنفسجي. الزوجه؟ الزوجه لون بين الابيض واللون البنفسجي. الابناء؟ الابناء فهم متابه جواهريه وياقوتات نادره، نتمنى حتى هما يمشيو في المسار الفني ديالنا تبارك الله عليهم. كلمه اخيره؟ الكلمه الاخيره تنشكروا الاخ سي حسن حيزون المطيري بالتشريف ديالو، بالموقف ديالو، في هاد التشجيعات ديالو، الكفاءات المتالقه والمبدعه للاقاليم الجنوبيه اللي عندها واحد الدور ومكانه، وما كانش الوجود ديال زعما الاعلام اللي غيقدر يساهم فيها. وتنشكروا على المجهودات ديالو اللي قام بها، وتنتمنوا ليه مسيره موفقه في اعمال ديالو، وحنا راه الاشاره ديالو ويطيب مقام ديالو معنا ان شاء الله. شكرا على تلبيه الدعوه. وكذلك انت صفاء، صفاء تاهي نتمنوا لك مسيره موفقه لك كصحفيه مبتدئه ان شاء الله في المسار ديالك الدراسي.